بقول لك ايه، طول وروش لحد ما اجيب نسكافيه. عيني واحد نسكافيه لو سمحت. في يا جماعه قطط في المحطه على فكره، تولد دي ولا ايه؟ صباح الليل يا فندم. مديحه كلينكس؟ لا حضرتك كلينكس في الممر التاني مش انا. مديحه كلينكس ليالي حمراء فردي ومجموعات؟ لا هو لا فردي ولا مجموعات، انا مش للدرجه دي. تيجي تحرش ولا فعل فاضح في السيارات؟ انا معاك في اي خط. انت فاجئتيني في سفالتك، اقصد في صراحتك. معقوله تطلع اللي في دماغي؟ هو ايه اللي في دماغ حضرتك؟ كرباجي معايا وغرقان زيت. الله 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 يا باشا، بتجري كده ليه؟ بحس ان الحلو بتعمل فخر جوه. استنى يا باشا، خد دي. الو مين معايا؟ انا واحد بيحبك. ارجوك تقول لي مين معايا. صوتك ده بيفكرني باحلى قصيده كتبتها في حياتي. اقولها لك؟ صوت صمتي بيقول لي اقولها. اسمع يا ستي، طليت تحت صدري لقيتك بردانة من حسي، ولما التقاك الشوق غطاك بدموعي، يعني دفيانة دفيانة. اسمع يا أستاذ عبد المنعم، فلوس تاني ما أقدرش أديك. هات اللي عليك الأول. وحيد؟ هو لسه أستاذ عبد المنعم ما جابش الفلوس اللي عليها بابا؟ سيبك منه، افرح يا وحيد، ارقص يا وحيد، غني يا وحيد. خير يا بابا؟ لقيت لك الشغلانه اللي نفسك فيها يا بجد يا بابا. شركه تامين عالميه فتحت فرع ليها هنا في مصر. عالميه؟ ودول يا بابا هيقبلونا؟ ده هيقبلوك غصب عنهم. عارف ليه؟ ليه يا بابا؟ صاحب الشركه كان زميلي في المدرسه. زميلك؟ زميلك؟ تخته واحده. تعالى. بتعمل ايه يا بابا؟ شو رب الله، باب الراحه ان شاء الله هي، بس ايه هي؟ اهي. شوف ايه ده يا بابا؟ مين فيكم انت؟ انا ده وده شوكت مدير الشركه. شفت مايوهات زمان؟ ايه المايوهات ده يا بابا؟ بتاعتكم دي ولا مأجرينها؟ مأجرينها ايه؟ دي مايوهات زمان كنا ساعات نخرج بيها في الشارع. بس ده صغير قوي يا بابا. ما زمانه كبر يا ابني. ده لو شاف الصورة احتمال ما يفتكرش نفسه اساسا. انت بس تقول له انا جاي من طرف فريق فتح الباب، لو ما افتكرش قول له قمار الساندوتش المفتق اللي كنت بتسرقه من شنطته. يا رب يا بابا يا رب. ما هترد يا بابا. هترد يمكن استاذ عبد المنعم جاب الفلوس اللي عليه. عبد المنعم مين؟ عبد المنعم بابا في الصالة. ايوه استاذ عبد المنعم، الفلوس اللي عليك. اسكت مش هاجر. خلاص هرد انا. الو الو، ما ترد يا بجم يا حقير. لا لا يا واطي. لا لا يا سافل. لا 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 عيب. الله اقفل السكه، انا مش شرش يا بابا، دي حرق الدم يا بابا. عيب قلت. الو بابا. معاك
هيك أول حرنا؟ كارت ايه يا حيوان؟ انا مش بتاع كروت وسايط عمك. اطلع برا. اي بني ادم معاه جواب ولا كارت يبلعه. هو بعد اذن حضرتك الحمام فين؟ اتفضل من هنا. شكرا. اللي جايب لي كارت او واسطه يتفضل يمشي، دي مش شركه تامينات عائليه. حضرتك مقدم في نفس الوظيفه؟ زي المدير ده، صوت عالي قوي، تحس ان حيوان بيزعق، تحس كده انه حاطط حل جوه صدره، حاجه زباله. والغبي ما يعرفش ان انا هقبل في الوظيفه، يعني هقبل، اصل هو بابا كانوا زملاء في المدرسه مع بعض، ياما سرق من بابا سندوتشات المفتقه. شكلك مش مصدقني صح؟ انا هثبت لك. بص حضرتك، دي ايام ما كانوا بيصيفوا مع بعض زمان. مش عايز اقول لك المدير هيتفاجئ قد ايه لما يشوف الصوره. Good luck. جاتك نيلة انت وابوك. يا طيب يا حضرتك بتعمليه بقسوة؟ ابدا والله. طيب يا طيب كان ليه علاقة بالجنس الاخر وحضرتك يعني حيمتي منها؟ عمري ده انا بتمنى انه يعرف واحدة بس هو اللي مش عايز. طب في البيت يا طيب بينام في الضلمة لوحده؟ هو ليه الاوضة بتاعته بس احيانا بينام معانا. اطمني خالص ان شاء الله هيكون بخير. متشكره قوي. الحياه حلوه، عايزاك تكون اقوى من كده. وبعدين بقى ما عندناش راجل يعيط. صباح الخير. صباح الخير. الدكتوره موجوده؟ شوفوا لكم حل في الريحه الوحشه دي. صباح الخير يا حبيبه ماما. صباح النور يا حبيبتي. ايه ده زبون؟ عنده اكتئاب. مين ما عندوش؟ حضرتك هكتب له شويه مضادات اكتئاب وشويه فيتامينات ان شاء الله ياخدهم هيبقى كويس قوي. متشكره قوي يا دكتور. اتفضلي. شكرا. اتفضلي حضرتك وانت ماجي هجيب لك البوبي بايا. شكرا. ياه ما حدش في الدنيا دي مستريح، مفيش كلب ياضي بنصيبه. بقولك عارفه مين جايين النهارده على العشاء؟ مين يا ماما؟ رأفت ابن عادل الجوهركي. عايزين ايه؟ جايين يتكلموا عليكي. قطع يسألوا اللي يتكلم عليا نص كلمه. جرى ايه يا حبيبتي؟ جايين يطلبوا ايدك. مش فاضيه يا ماما، عندي شغل وزعيهم. لحد امتى يا حبيبتي هتفضلي كده؟ عايشه في وسط القرود والكلاب، لحد ما تصرفاتك بقت زيهم. هو مين؟